بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نبدأ على بركة الله أولى حلقتنا في برنامج ميتا تك. وميتا تك النهاردة الإفريم بتاعه كل خميس اللي هو أول بقى في حلقاتنا وهنمشي تباعا بعد كده، هيبقى ميتا تك لك، ميتا تك لك فور يو، يعني ليه ليك لي أنت؟ لأن أنا عشان أتكلم عن التقنيات الحديثة وتأثيراتها، وأتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، وأتكلم كمان عن الأمن القومي ومخاطره ونلتقي بعالم، لازم اتعرف عليك انت الاول. لازم اقول لك ان انت لازم تعرف انت مين عشان يكون لك دور ما مؤثر هذه الفتره، لان العصر ده انا باكد دائما ان الجهل فيه خيار والفقر خيار. ممكن تكون، انا اسفه، ما عندكش وظيفه او عندك مشاكل فانت السبب فيها. لو انت محبط، لو انت متضايق، لو انت حاسس ان انت ما تقدرش تعمل حاجه، لو انت باصص ان ظروفك كلها صعبه، انا اقول لك طريقه. والطريقه اللي دي خلاصه حياتي وحياه ناس كتيره جدا من زملائنا، بالاضافه الى كتب قراتها. والنهارده اللقاء بتاعنا في مجمل كتابي، كتاب اسمه آلال الأعذار، وكتاب تاني اسمه قوة الساعة 5 الفجر، أو نادي الساعة 5 الفجر. هو ليه أكتر من طريقة نطق، وحسب ما المترجمين بيقولوها هو اسمه The 5 AM Club. طيب خلينا نشوف النهارده ايه اول حاجه نبدا بيها. طبعا انا عايزه اؤكد ان انت اكيد ليك موهبه، وحاشا الله يكون خلقك بدون تالنت، والتالنت الموهبه اللي عندك دي مش زي اي حد، زي ما دايما باكد. فاحنا لازم نتعرف على انفسنا، ولازم نعرف احنا مين. للاسف في ناس كتير جدا بتعيش وتموت وما تعرفش هي مين. فاحنا عشان نبدا نعرف احنا مين، هنمشي على خطوات معينه. الخطوات دي هتقدر تخليني اولا اعرف انا مين، ثانيا اتعلم واتوجه في اتجاه الهدف اللي انا عايزاه. لازم حياتك يكون لها هدف، والهدف بتاعك دوت لازم يكون واضح، واضح ومقاس. طب احنا مش هنتكلم ازاي تقدر تحدد هدفك ولا تعمل ايه، خلينا النهارده نبدا باول سلوك. ممكن السلوك ده يؤهلك ان انت تكون ليك وظيفه نوعيه وحياه مؤثره وحياه سعيده الفتره الجايه. اول مشكله بتقابلنا ان احنا دائما عندنا اعذار، ان احنا ما عندناش انضباط في حياتنا. حياتنا اميل للفوضى والعشوائيه. طبعا مش بتكلم على الكل، بتكلم على البعض. ولكن لو انت حياتك متوتره وعندك مشاكل وحاسس باكتئاب وحاسس اشمعنى انا اللي حظي اسود، وليه ماما ما عملتليش كده، وليه خالتي عملت لي كده، وليه انا اللي انفصلت، وليه انا اللي حصل لي، تبقى انت عندك مشكله في الانضباط الذاتي. هقول لك ليه دلوقتي. الانضباط الذاتي دوت ان انت تبدا تعمل مخطط لحياتك وتبدا تمشي عليه. والمخطط ده هنبدا بحاجات قد تكون بالنسبه لك تافهه بالنسبه لك كده، لكن هي مهمه جدا ومؤثره وتؤثر على كل حياتك. تعالى نبدأ بأول انضباط. وقبل ما نبدأ بالانضباط، إن أنا راجع علاقاتي كلها اللي حولي. علاقاتي إنها تبدأ بانضباط ذاتي، من ناحية إن أنا أقيس أي علاقة، أي وظيفة، أي مكان بيسبب لي ألم نفسي أو ألم روحي، لازم أرجعه. لازم أرجعه، مش معناه إن أنا أتركه أو إن أنا أسيبه مرة واحدة إطلاقا. إن أنا أبدأ أراجع كل شيء بيضايقني، وتاني مرة بقول وظيفة، علاقة، أسرة، أخ، لبس بلبسه بيخنقني، أراجع كل الكلام ده. هل الحاجات دي فيها تضحية لأمر جليل أو أمر ذات قيمة؟ إذا كان الكلام ده صحيح، أبدأ أراجع موقفي وأشوف، وإنت أدرى واحد ممكن تقول هو ده يستحق التضحية ولا لأ. في أمور صحيح بتألمنا وبتتعبنا وبتجهدنا، ولكنها تستحق التضحية. بمعنى الجنود اللي واقفين على الحدود، واقفين في البرد وروحهم على كف عفريت ممكن في اي لحظه بعد الشر يستشهدوا. طبعا ربنا يكرمهم، مش حاجه جميله، الشهاده مش وحشه، ولكن هي التضحيه قويه، وسايب اسرته وسايب متعه الحياه كلها واقف، بس دي تستحق التضحيه. كل الالم اللي بيشعر بيه وكل التعب اللي بيشعر بيه يستحق التضحيه، لانه في الاخر هينجح بجد بالفوز الاكبر لو تلقى الشهاده، او انه امن وطن فهو كسب كتير جدا، او امن اسره، او امن شرف، او امن عرض، فدي حاجه كويسه جدا، فدي تستحق التضحيه. مثلا بنزل الصبح بدري عشان اساعد حد مثلا تعبان، او اروح لحد مسكين، او ان انا بنزل الصبح بدري عشان خاطر انا عندي كميه طلبه كتير جدا بعلمهم، وشايفه المردود بيجي على الكلام ده، فده يستحق التضحيه. لكن بتعامل مع شخص دايما بيأذيني، او انا قاعده في وظيفه والوظيفه دي فيها فساد وفيها مشاكل، انا ايه اللي قعدني في الكلام ده؟ لا تستحق التضحيه خالص الامر ده. اي شيء انت الوحيد اللي تقدر تقول هو العلاقات اللي حواليك دي تستحق التضحيه ولا. اول حاجه تعملها تبدا تراجع كل شيء انت حاسس انه بيتعبك او بيجهدك، تتاكد انه يستحق التضحيه ولا لا. طبعا انا كتبت لك نقاط كتيره جدا النهارده، او كتبت لكم نقاط معينه عشان الخص بيها مجموعه الكتب ومجموعه خلاص الحياه، حتى اصل للنقطه اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. تمام، فاحنا بنشوف ايه اللي يتعب ارواحنا ونبدا نبعد عنه. دي اول انضباط مع النفس. تاني انضباط مع النفس ان انا ابدا اعمل لي مخطط. ابدا مخطط بالسنه كلها. واحنا كل سنه طالعين في السنه الجديده 2024، كلنا بنقعد نكتب خططنا هنعمل وهنسوي. لا، ما تعملش ان انا اقول مثلا انا عايز اخس، لا طبعا، انا عايز مثلا اصل مثلا سي 70 كيلو،
ودوت بعد 3 شهور اكتب وحدد ده. انا عايزه اتعلم لغه انجليزيه بحلول مثلا 3 شهور، اكون مثلا واخده الجريد 1 او مثلا واخده اول درجه في تعلم اي لغه انا عايزه اتعلمها. لا انا عايزه السنه دي احقق مثلا ان انا عايزه اشتغل اخر السنه مثلا في شركه سيمنز. سيمنز السنه دي طالبه ايه، او شركه مايكروسوفت او شركه جوجل وات ايفر بقى، وحط اهداف وابدا اكتب انا عايزه اشتغل في ايه في القطاع ده. حدد هدفك ليه بقى، لان تحديد الاهداف بيعمل لك زي الفرس اللي عنده زي شيلدينج، بيبقى شايف او اسمه يعني زي حاجه بتوجهه في اتجاه الطريق، فمش شايف المشاكل حتى لما بيجيله حاجات مبقاش مركز، هو مركز في الفوكس على البوينت الهدف. فانا هبدا اول حاجه النهارده عشان اتعود تحديد هدفي، ابدا بالليل قبل ما انام اخطط بكره بالدقيقه هعمله ايه. هدي مثلا سي ان انا او يعني هقول الصبح اصحى من الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا، هقابل فلان، هتكلم في التليفون، هخش على الفيسبوك بس نص ساعه. ابدا حدد هدفك، ومش معنى كده ان احنا من اول مره هنحققه. ليه بقول ده؟ لان انت لو عايز تبقى بروفيشنال مثلا عايز بيانو، اكيد عشان تكون بروفيشنال عايز بيانو هتقعد تتدرب تدريب غير عادي وقاتل وتتعلم وتتعب وايدك توجعك وترجع تاني لحد ما تحول بروفيشنال في عازف البيانو. خلي بال حضراتكم الانضباط الذاتي دوت بينقلك من حاله العشوائيه والفوضى الى حاله الانضباط والحريه. هتقولي ايه علاقه الانضباط بالحريه؟ اقول لك ده اساسي. الانضباط بيوصلك للحريه، لان انا لما انضبط مع نفسي ماليش دعوه بحد تاني، هبدا اكون اقوى في التخصص او في الحاجه اللي انا بحبها. ومعنى ان انا بقيت قويه اصبحت حره. هو انا امتى بقول ضعيفه ومكسوره؟ امتى محتاجه فلان يساعدني وفلان يدعمني؟ لما انا اكون جوايا مش شاطره، مش عندي التالنت او الموهبه او الحاجات اللي تخلي الطرف الاخر عايزني. فيبقى احنا اول حاجه عندنا ان احنا نعمل انضباط داخلي، وطبعا ان انت انا كاتبه النقاط بس، فانا يعني هنقول نقاط معينه. بعد ما كتبت مخطط اليوم بالليل ابدا اول حاجه ان انا اتعود اصحى بدري. خلي بالكم معظم انا اسفه السيدات اللي بقابلها بلاقيها بتصحى الساعه 10 11 وساعات بتصحى بعد قلبها يومها نهار ونهارها ليل. انا عايز اقول لحضراتكم اضرار السهر والصحيان متاخر ده، مش هقول لك على البشره، مش هقول لك على قوه التركيز، مش هنقول على الاضرار النفسيه، هقول ان ده بيقتل معظم خلايا المخ اللي بتقدر تفكر بطريقه صحيحه. عشان كده لازم نبدا بامور اعتياديه، ان انا ابدا بامور انت ممكن تشوفيها او انت تشوفها تافهه ولكنها اساسيه جدا، ودي من احد الادوات اللي تؤهلك الفتره الجايه تكون ليك وضع قوي جدا في المجتمع اللي بيتغير بس كل دقيقه كل ثانيه نتيجه التقدم التكنولوجي. فاول حاجه تعملها ان انت او انت تبداي ان انت تصحى بدري، بس تكون مخطط من بالليل هتعمل ايه. لما تصحى بدري في عادات ممكن تشوفها عادات ملهاش اي لازمه، مثلا يعني زي اغسل سنيني، زي اما اصلي، وطبعا ودي حاجه كويسه اي مكان دينك صلي ادعي ربنا. ويفضل طبعا لو استمريت مثلا وصحيت الساعه 4:30 الفجر وبدات تقرا شويه قران وتصلي الفجر هتلاقي حياتك بقت مختلفه. الصحيان بدري بيديك يوم اطول، الصحيان بدري بيخليك تاخد وقت بدون الازعاج والدوشه بتاعه الناس الموجوده فتبدا تركز. الطاقه بتاعه الصباح، وفي كتاب بيتكلم على نادي الساعه 5، بيقول لك كل العظماء اللي احنا بنشوفهم ستيف جوبز مارك زوكربيرج كل الناس دي كانت بتصحى 5 الفجر عشان تبدا تخطط لحياتها ويومها وتقرا وتتعلم حاجات جديده. والرسول صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام قال بورك لامتي في بكرها، ان انت كل ما صحيت بدري كل ما كانت الطاقه بتاعتك وان انت تفكر بشكل احسن. يبقى اول حاجه تبدا ترتب نفسك على الصحيان بدري. عادات بقى ان انت تهتم بنفسك، تهتم بشكلك، تعمل شويه رياضه، خاصه بالك انه الانسان او يعني خلي بالك ان الانسان مكون من موضوع حاجات صحيه، ودي مش تخصصي بس انا جربتها، ان انت تكون عندك صحه روحيه وده علاقتك بربنا، صحه نفسيه ان انا اكون نفسيتي ابدا اسامح واعفو واكبر دماغي وابدا افكر بطريقه حلوه ان انا هعمل واسوي النهارده يوم كله انجاز. الصحه الجسديه ان انا افطر الصبح. وموضوع الفطار ده وعن تجربه، وعن تجربه باكد، وده مش بقول كده خيال علمي اللي حصل، ان انا بأربع شهور قررت اقرا عن ازاي انزل وزني. وطبعا رغم ان انا بتاعت هندسه بس هقول النقطه دي ودي عن تجربه. لما بدات اشتغل قعدت اقرا انه احنا مشكلتنا كلنا ان احنا بنفطر متاخر او ما بنفطرش ونيجي بالليل ناكل. قالك موضوع الفطار ده سبحان الله من ساعه الفجر لحد الساعه 7 بيشغل عمليه الميتابوليزم اللي بيسموها الايض، ودي اللي بتخلي جسم الانسان يحرق اسرع ويكون عنده قدره اسرع على الحرق. فدي بتنزل جامد جدا الوزن لو انت بدات بيها وبتنظم غذائك على مدار اليوم. ضيف على كده انا واحده عايزه انجز وعايزه اقرا وعايزه اعمل، لو انا مش فاطره كويس ده بيأثر جدا على قدراتي العقليه. وطبعا هنا يفضل الفطار يكون كل شيء طبيعي، نبعد عن البسكوت، نبعد عن الشيبسي، نبعد عن الحاجات اللي فيها مواد حافظه الدهون، لكن كل بقى عسل وزبده كل اللي انت عايزه في الفطار اللي هتلاقي فعلا عن تجربه هتنزل جامد جدا. غير كده هتبقى عندك نشاط رايح الشغل وانت عندك نشاط. هو روتين
ده بعيد عن التكنولوجيا، ولكن دوت اللي هيخلينا نفهم التكنولوجيا، لان انا لو مخي مش واكل ومش متغذي بالامور اللي تساعده، ولا انا عيانه ولا بتالم، مش هعرف اشتغل. فده كله مجمل، وعندنا الصحه الجسديه زي ما احنا قلنا، وعندنا صحه العقل بقى، ان انا ابدا افكر بطريقه فيها فكر وبطريقه مختلفه. فطبعا لو احنا بدانا نرتب اليوم ده هتلاقي الموضوع مختلف، وهيديك قوه وتحرر، لان انت بدات ترتب يومك وبدات تقرا. طبعا يفضل ان انا ابدا اواجه المشاكل اللي عندي، ان انا ابدا في اليوم الصبح بدري برضو اكتب بعض الحاجات اللي انا عندي فيها قصور. ايه اللي انا عندي فيه قصور؟ لغه مثلا، طريقه نطق، طريقه عرض، عندي مشكله في الشغل مع حد. وخلي بال حضرتك انه معظم مشاكلنا احنا بنسبه 99% السبب فيها. مثلا دلوقتي خلاص احنا قررنا وانت عجبتك الفكره وبدات وقلت هبدا اشتغل، خلي بالك ان انت عندك مشكلتين، عقله في الواعي وعقله في الباطن. عقلك الباطن ده انت برمجته بقالك فتره، ان انا بحب السوشيال ميديا، ان انا بحب اتفرج على افلام، انا عايز اكل، انا عايز اشرب، فانا هقرر بقى واقعد اذاكر وافتح الكتاب عشان اذاكر او اقرا، او انا هرتب يومي ان انا هعمل ايه. فلسه هبدا وانا شايفه مثلا لو انا بذاكر ماده، تمام، الماده دي بالنسبه لي صعبه ولا ممله، اول ما ابدا العقل الباطن يقول لي ايه؟ طب ما نقوم نشرب قهوه، طب هبص على السوشيال ميديا، طب هاكل كذا. فتلاقي نفسك بدات تنشغل، وطبعا انا مش طايقه الماده، بعد شويه اخش في حاله اكتئاب، هو انا عايشه ليه؟ ولازمه الجامعه ايه؟ وحصل لي كذا وانا صغير، ويبدا العقل يشتغل لك في امور توديك ان انت في اخر اليوم ان انت تعبان جدا ومشتت ومش عارف تنجز، وده بيعمل لك مشكله كبيره جدا. فطبعا لازم انت تعمل وعي داخلي ان انت تبدا تحسن الحاله المزاجيه، ان انت ما تاخدش الدراسه مره واحده، خدها 10 دقائق الاول وابدا شويه، وبعد كده قوم خد ريست وارجع تاني، عشان خاطر تقنع عقلك الباطن ان انا مش حارب نفسي من حاجه، بالعكس انا شغال في الطرفين وانا ما عنديش مشاكل خالص. طبعا انا يعني بقول الكلام ده وانا كاتبه النقاط دي، بس عايزه افتكر عشان خاطر ما انساش اي حاجه. طبعا التخطيط والاجنده بتاعتك اللي انت ممكن تعملها عشان خاطر ان انت توصل الاليرت او الالارم من مخك ان احنا عندنا التزامات، اعملها على جوجل، اعملها على برنامج مايكروسوفت دو ليست، اعمل تو دو ليست النهارده واعملها يجيلك اليرت كل شويه عشان خاطر تبدا ترتب امورك. طبعا من الامور الهامه اللي احنا عايزين ناكد عليها، احنا في عصر التكنولوجيا والموضوع محتاج ثقافه ومحتاج وعي، وفكره ان انا وصلت للدرجه علميه وانا هقف لحد كده للاسف مش هتنفع. العصر ده عصر وما اوتيتم من العلم الا قليل، عصر ان احنا نبدا نشتغل ونسعى، ونسعى بجد ونسعى بحرص، وده مش هيجي الا عن طريق الانضباط الذاتي. والانضباط الذاتي باكد يبدا صحيان بدري، نهتم جدا بالصحه النفسيه الروحيه الجسديه العقليه. ليه؟ انا ماليش دعوه بحد، الناس بتعمل بتسوي، الناس كلها بتروح تسهر، مش بتاعتي، ماليش دعوه، انا مركزه عشان خاطر انا قدامي ميشن، والميشن ده ان شاء الله نحققه مع بعض، ونبدا نعرف احنا مين الفتره الجايه. في الحلقه الجايه بتاعت ميتا تك لك هنبدا نتكلم ازاي اعرف انا مين، وازاي اعرف موهبتي بعد، بس بنحقق الانضباط الذاتي. الانضباط الذاتي اهم حاجه، ولا للاعذار، مفيش عذر، لا اصل انا وضرسي، واصل انا حصل لي امبارح حاله، واصل انا كنت سخن. خلي بالك الاعذار لا تنتهي. لو كان ستيف هوكينج بيعتمد على الاعذار، ما كانش بقى ستيف هوكينج اللي عمل فوق ال 200-300 كتاب في اخطر انواع الفيزياء، ما كانش عمل ده، ما كانش الحاج محمود العربي عمل كل الانجازات اللي عملها، ما كانش الدكتور فاروق الباز وصل ان يكون رئيس محطه بوست، ما كانش احمد زويل وصل العالميه، ما كانش كل واحد فينا قدر يحقق انجازات خالص. الاعذار لو انا حطيتها لك اللي انا عملتها في حياتي وكانت قدامي، كان زماني قاعده ببيتنا ما اتحركتش لحد دلوقتي. شد حيلكم، يوم سعيد ان شاء الله، نلتقي الاسبوع الجاي الخميس الجاي في اول تقنيه نتكلم عنها، واعتقد افضل تقنيه نتكلم عنها هنتكلم اولا يعني ايه ثوره صناعيه رابعه، عشان بعد كده نشرح مخاطر الثوره الصناعيه الرابعه، وبعد كده ناخد اسئلتكم في الخميس اللي بعديه، وبعد كده نرجع تاني بحلقات ميتا تك، ميتا تكنولوجي، وميتا ناشونال سيكيورتي، اند ميتا فور كويستشنز او اسئله، او ان احنا نقبل عائله. يوم سعيد، ونبدأ بقى النهاردة الانضباط الذاتي عشان خاطري. خطط النهاردة بالليل، مش بكرة، النهاردة، عشان بكرة يكون يوم سعيد ونبدأ حلقتنا ونبدأ إنجازاتنا إن شاء الله. لآخر السنة يبقى معايا على الأقل، أنا بالنسبة لي لو واحد فيكم اتغير أنا كسبت كتير جدا، يمكن ده صفقة عمري مع ربنا. يومكم سعيد.